فيما يخص التدخل اليوم يتمثل في حريق نخيل بمحيط مسمى محيط الحدب. تلقينا النداء في حدود الساعة 4:15 حيث أن الحصيلة أولية. الآن نقول في الحصيلة هذه تعتبر أولية حوالي 180 نخلة غير مثمرة زائد مساحة تاع 4000 متر مربع شاذ ذرة. العملية الآن رانا في تم السيطرة على الحريق ورانا في عملية تبريد، لكن دائما نتوخى هبوب رياح وممكن تزيد الحصيلة. إذا نحاول نديروا إن شاء الله، رانا عطينا عمر باش تكون حراسة في المكان.